نستعرض هذه الوحدات الرمزية لنقول لشعبنا: هذا هو جيشكم أيها الليبيون، هذا هو جيشكم الذي دحر وهزم الإرهاب وتصدى للغزو والاحتلال، هذا هو جيشكم الذي لا يعرف إلا النصر، هذا هو جيشكم الذي قدم قوافل الشهداء من أجل العزة والكرامة. هؤلاء هم ضباطكم وجنودكم الساهرون على سلامتكم وعلى أمن الوطن. هذا هو جيشكم الذي يفرض السلام، الذي يفرض السلام ويحميه. هذا هو الجيش الذي بنى نفسه بنفسه من العدم في أعقد الظروف وأقساها، بيد تبني وأخرى تقاتل العدو في آن واحد. أنشأ المؤسسات التعليمية العسكرية المتطورة لتخريج أفواج من الضباط في دفعات متتالية على أعلى مستوى من التعليم والتأهيل والتدريب والانضباط، وبنى معسكرات التدريب بكامل لوازمها على أحدث طراز لتخريج جنود جاهزين لحمل السلاح ومقارعة العدو ودحره، واستطاع بأشبه ما يكون بالمعجزة أن يجهز نفسه بكافة أنواع الذخيرة والأسلحة المتطورة رغم الحظر الجائر على تسليحه. هذا هو جيشنا، رمز سيادتنا. هذه هي المؤسسة التي نبني على قواعدها مؤسسات الدولة المدنية الموحدة.